هند، على اي اساس سميتي بناتك؟ عليا كان اول دور ليا، صمت القصور اول فيلم عملته في حياتي، وكمان لانه انا بحب الست فيروز، وفي اغنيه هدير البوست يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين. صحيح. وليلى لاني انا من زمان بحب الاسم، بحسه اسم اتغنى له كتير، واسم شاعري وموجود في الشعر العربي، ويعني اسم عربي. أنا بحب رنين ورنين كمان. رنين صحيح، بتحب الأسماء العربية واضح. أنا يعني من خلاله. طيب.